الفجر الظهر يعرفونها من من الشمس عرفي حين توصل شمس عمودية توصل الجب يعرفون هذا الظهر العصر فهمت علي. وهذه طبعا إذا صلت بعيد هنا الحارة شيء طالع يدخل في باب من هنا في باب عشان تكون في حراسته حارس اي يجي يطلب من هنا حارس اساس قايد يصلي ما حد يجي وراه ولا شيء. وتلاحظ بارك يعني خل خل عنك اليوم لا هو جميع الحالات وهذا الحين الشبكات ولا خلاص هذا احنا حتى اللي قزاز على اساس اخبار ما اخبار ان شاء الله زي ما شايف كان حتى احنا قزاز على اساس الاخبار ما اخبار والمطار وبدون يعني ايش الصوت الله اكبر بدون مكبرات صوت ولا شيء. هو الميزه اللي في هذه عشان لو واحد يقرا الامام الصوت الصوت الجميل يعني بدون مكبر صوت لاحظ لاحظ الشيء اي نعم يعني هذه يسمونها تقنيه قديمه تقنيه قديمه سبحان الله والله ان اول ما شاء الله عليهم انت تشوف بعد شوف هذا شوف ايش كبره لا في قواعد ولا في اهل يعني وين وين صحيح هي الله الله الحين وين جيب لك جيش اساس هناك رافعات في دراف او شغلات انتم تشوفون العقير هناك بعد الاعمده في العقير هناك نعم تقول شو التقنيه شيء مره الاعمده الاعمده حقينهم كلها الاسطور دي جايبينها من البحر ارسلت لك ايه ان شاء الله نصلي ركعتين من الظهر. الله بارك الله فيك. اسم الكريم؟ حمزة غريب ونعم الله. مالك جوه. حياك الله حمزة. شكرا. يعطيك العافية. الله يعافيك.